السلام عليكم الاخوات، معكم الحاج ناديون طه. اليوم غندير لكم واحد البسيطات صغار بلي ساردين كيجيو زوينين بالخضار، يصلحوا حتى الدراري بالنسبه لي ما ياكلوش لي ساردين، دخلهم ليهم ياكلوا بصحه. اليوم عندنا درت واحد كيلو لي ساردين، نقيته وحيت له السلسول والجلده وطحنته مع الربيع والثومه غبره والكمون ملحه والبزار شويه التحميره ومعلقه كبيره ديال عطريه الحوت. هنا عندنا درت بصله بيضه كبيره مشلضه، شحرتها بشويه الزيت ومليحه وبزيره، وزدت عليها الفلافل الالوان تا هما تحرتهم تطاحوا، وزدت عليهم الخيزو محكوك غليظ، وزدت عليهم القرعه محكوكه غليظه، وفي الاخر خارج وزدت عطريه الحوت هنا ومليحه وبزيره والهريسه، وخارج النار زدت الزيت ونقطعه بالعظم وقشره الحامض مسير حتى يبقى رقيقه. وهنا عندنا الشعريه ديال الروز اللي خويت عليها الماء طايب حتى تحلات وقطعتها ودرت المقله فيها اللي شحرت فيها هادشي. فاش شحرت درت فيها الربيع وشويه الهريسه وشويه الملح والبزار وشويه عطريه الحوت والثومه غبره، وديتها وجبتها حتى طاحت هي. وهنا عندنا الورقه ديال البسطيله اللي كتعرفوا كلكم، وان شاء الله نتلاقاو ملي نبدا نعمرو هادشي كله. ديروا نعمرو ورقة البسطيلة، عندنا ورقة فيها الحرش وفيها المس، المس هو اللي غنديرو لتحت، غنديرو واحد الشكل ساهل بسيط أي وحدة تقدر ديرو. ندهنو بشوية الزيت عي شوية ما نقويوش، ناخدو الحشو ديالنا. على فكرة الحشو خاص يكون بارد باش ما تقطعش ليكم الورقة. اللي بغا يدير الفرماج يديرو، أنا ما درتوش، تما بغيت نتا نديرو في التزيين. تنطبو الورقة بحال الغيطة، وكتعطينا هاد الشكل بحال هكدا، وتنصفو في اللاطة. من بعد غادي نتلاقاو باش نشوفو الشكل. السلام عليكم الأخوات، هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيلات، كنتمنى يعجبوكم وبالصحة والراحة.